حقيقة يعني الميزانيات سواء كانت لعام 22 أو حتى طيلة السنوات الماضية لكل الحكومات المتعاقبة، نتحدث على حكومتين منذ عام 2014، كل حكومة تنفق بعشرات المليارات، ولكن للأسف الشديد بشكل عام يعني هذه الأموال لم تذهب في اتجاهها الصحيح، ولعل أهم نتائجها هذه الكارثة التي حصلت في مدينة درنة. يعني عندما نتحدث على وزارة الثروة المائية نتحدث على ما يقارب من 500 إلى 600، وأحيانا تصل حتى الميزانيات إلى ما يقارب المليار في سنة من السنوات، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء للأسف الشديد، وخاصة عندما نتحدث على دراسات علمية قامت بها العديد من مراكز الأبحاث وتتحدث على تشققات وتصدعات في هذه السدود، ولكن للأسف لا مجيب ولا شيء على أرض الواقع. الإشكالية سيدي الفاضل ليست في عدم كفاية الأموال، الأموال موجودة، ولكن الإشكالية الكبيرة في توظيف هذه الأموال. يعني لعل هو ربما ما حدث من كارثة في درنة ربما هو مثال صارخ على سوء توظيف هذه الأموال في كل القطاعات دون استثناء، ولكن التداعيات ربما كانت تكون فردية أو غير منظورة لدى عامة الناس، ولكن ما حدث من كارثة في درنة أصبحت يعني محط أنظار الجميع نتيجة للعدد الكبير من الضحايا. عندما نتحدث على الآن الإحصائيات ربما تتحدث على أكثر من 5000 في يعني شهيد بإذن الله في عدد السكان لا يتجاوز 200,000، فهي نسبة حقيقة كبيرة وكبيرة جدا. لا شك الإهمال والفساد المالي والإداري والإهمال بشكل واضح وصريح، وخاصة أن زي ما ذكرت الدراسات تشير إلى قرب حدوث الكارثة. نحن لا نقول إن لو حدثت صيانة دورية لهذه السدود لم يحدث ذلك، ولكن ربما تكون أثار وتداعيات أقل بكثير مما حصلت الآن. لو كانت هناك صيانة دورية والأموال موجودة، لا أحد يعني يقول لا توجد أموال، الأموال موجودة وتسيب لكافة الوزارات دون استثناء، ولكن الفساد المالي والتسيب والإهمال هو من أوصلنا إلى ما هو عليه. أستاذ عبد الحميد عفوا للمقاطعة، ولكن عندما أكون أنا صرفت الأموال المخصصة لي في وجهها الصحيح وقمت بصيانة السد وجاءت الكارثة وكان العدد الضحايا 5,000 ولا 50,000 ولا 100,000 لا سمح الله، ولكن أكون قد فعلت ما عندي، قدمت ما أستطيع، والذي حصل هو كارثة طبيعية، ولكن في هذه الحال هناك فساد واضح، هناك تقصير، ولذلك لا مهرب من المسؤولية. كيف صرفت هذه الأموال؟ هناك أموال طائلة صرفت فقط، أنا أتحدث عن الأموال المخصصة لصيانة سدي درنة، هناك أكثر من 3 مليون يورو بين عام 2020 و2022 وغيرها، عندما تكون صرفت في وجهها وتم فعلا صيانة السد وحصلت الكارثة بهذا الحجم، نقول أنها القضاء والقدر وأننا فعلنا ما يجب فعله. هو بالضبط هذا ما أود أن أشير إليه. عندما تأخذ بالأسباب والأموال المرصودة فعلا تتجه في اتجاهها الصحيح، وهناك يعني جهود واجتهاد حتى لترميم هذه السدود، وخاصة زي ما ذكرت أن الدراسات العلمية تشير بأن راه في إشكالية كبيرة، وحدث الكارثة الله غالب يعني في النهاية هذه قوة قاهرة، لكن عندما لا تأخذ بالأسباب فإنك يعني مساهم بشكل أو بآخر في هذه الكارثة.